استهل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار زيارته التفقدية الموسعة للعاصمة الإدارية الجديدة بتفقد المراحل الأخيرة للانتهاء من أعمال التشطيبات بالحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس. وأكد وزير الإسكان ضرورة مواصلة الليل بالنهار لتنفيذ المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مواعيدها المحددة نظرا لأهمية هذه المدينة والتي ستشكل مرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية، مطالبا مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمواصلة تحقيق النجاحات والأداء المتميز لقطاعات الوزارة وأجهزتها.